الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، عن سو جارني باقي سدحات سأمر حديثي صدني تضرات من كتاب الصبر عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد يا أبو هريرة لولا صحابي وحل جوده إن يرهدين النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة أو حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه. النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم قفك مسلم كا مسوغارو وما أصيبه من نصب تعب يدال ولا وصب حنون ولا هم مرغو ولا حزن تيرانيو ولا أذن دب ولا غم كرب وحيدون طبعا نقطة حتى الشوكة قرح بقى الله كديه يشاكها إلا الدريو قرح حتى هدي أي مدة إلا كفر الله إله وحو كتر ترى بها شو كذا يضع كتر مدي مصيبة يضع من خطايا جفف كي صلو ترى يعني معنى قفك مؤمن كأ وح كستئ في ماذا أنت يدونه هلأك هذا ويسكت دالي هذا سعة هداشي صون كي باكاتن بذي ما أنت هردي باكاتك تي وحنا نجعلين بالوشة جاي قف باكو أدي يدي وحون نوع الضانة هالنقضة النبي يقول حتى الشوكة وما شوير وقد أحيار وقفك سعي 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 كرا هدي حتى أي درته إله الدنبي يقول سكو دافا طبعا وانا نعمة نعمة إلهي هو جل وعلا وأدوم ذي سام مؤمنين تأسي وليس ذلك إلا للمؤمن مكة اللي معناها سوي يعني إن وحي نعمانا نعمة إيهين وحي لب كسوق جارنا أجر لجوه هلايا وإحنا قدم بدل مية جرة دم بيدا ما تصاوه وما نمر كفر الله. الوصب أو الوصب المرض بل ولد جيدا عذرك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال وحيري دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم نبي قام أصوى قال وهو يوعك إسرق حمى ذيسا أو قندا يا هيسو فقلت حنر يا رسول الله رسول الله إنك توعك وعكا شديدا سدرن بالوح مضينيا سدرن بي أدو قندا يسانتو قندا درن باكو هيسا حمداد يعني مركو قفكو كركيس وبطو وآد يكل الكوبطو قراديه وكر وكعه والله يا بالنبي قل جركيس آد وكلل قال الحير أجل ها واسدا إني أوعك كما يوعك رجلان منكم أني أوحى وإيها يا حنونك سي اللبانين أيديك إذن كمين حنونك أوهي وكال يعني مثلا هبل حنونكي هبل حنونكي الله يسكت ضري باوحى يقولك ما حنونك النبي صلى الله عليه وسلم هيا والإيزي يدين يا بيوري صلى الله عليه وسلم قلت حن ذلك أن لك أجرين ومركة تاوحي كالي قانتا يسوما إن لبا أجر لاذا إلا لبا الروح حنون كذا حنون كذا هدي اللي يسوك عبد داري سو لا أجر ملي قال في أجل ذلك كذلك ها سأرنك واسدا ما من مسلم مجر قف مسلم يصيبه أذن وأذيد وإيسو قاريسو كبدلو شوكة قضحو إيسو قاريسي فما فوق وحي كسي سرعي إلا كفر الله إله وحو كتر ترى بها تاسو قارتي سيئاته دنبيدي سالو كتر ترى وحميه سالو كتر ترى وحطت وحاله هوبيا عنه إساق لقه هوبيا ذنوبه ذنوب تيسن والله هوبيا كما تحط الشجرة سيدي قيد يوهبين يسو ورقها عليهم هيدا متفق عليه سميدا أركن مركا لغو سي سعودة جو يسبدل يو إن قيده أي علامة ضاد صدان سيدي علامها أوهبانيا أي الذنوب تأوهباني سابر نبيك صلى الله عليه وسلم تنو حي موجين صلاة ربي وسلام عليه وحل مرنجري مرة بابا يعني سيدي حديث انه امام دون انه صوم مريم في ليا
dadka waxaa ugu bala badan ama ugu itala badan ama ugu imtixaan badan dadka iimaanka badan. Dadku say u kala iimaan badan yihiin baa loo kala xanuunjiyaa الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم أنبياء أبو الضرر درجة كصوص كيس أولياء الله أصحاب الكرامات الصالحين وحصولا هداد أردت أضع دور حتى أن كود عيني هرقب أن كود عيني كسعوت ما لقى هاي إنجيل عقوب حوغا ولقى إيمان بدي لقفك مؤمنك ولا قفنية حقا صار لو قدك ما يشان بيك إيمان إسا جابكي نفتي عافيماتكي أولادي ريركي ميل والبابا بلغا قبصانا انت وح كلامها وح اسمك سايكا إيمانا ماها أجر لان معقول ماها إلهي سبحانه وتعالى أجر كاسو مركا نوقر الوعك ومغثو الحمى مغثي وحال لغوة الضرب الخفيف مركي باشو أي حوغا وخطابان يسو الحمى نوالي يري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حير من يريد الله قفك إلهي لضون به روحا خيرا أو لضون يصيب منه وقارا حبو قارسية يصيب منه يصيبه بشيء حبا إله بخير كل صدون صمة حم ما لي أربع معركتي نمبر رضا الله يكرا دادين يا مانت قضى فرح صنبه فرح دو مر من تقيسا حبا كوكو إيمانية ليش؟ لأن الله أراد بك خيرا إله بخير كل صوت دون تقول وضبط يصب بفتح الصاد وكسرها يصب يصب لبضبا ولا أقريب الحديث الأربعون حديث أفرتنا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيلي لا يتمنين أحدكم الموت متكين يسن موت تمنين يوسن لابتا قشان يوسن ويش قرين يوسن بهن انا دنتار ربا لضر لأجل ضر لب درتي يو أصابه كويم لب كويم درتي وانا ده محابة لي أبوري انا نولا ضماهين انا انتقان ربا الدين واي دمت يوسن بهن فإن كان هدو الروح عشي لابد فاعلا مت سميني هدوية انو كمار من يعني انت حبا كويم نغشي بنعي إنه سقط تقول ربا هديبة حتى أي تهي نين كلمة دا أنا سنة وبال مريكرين وكو خسبينها إنه يراد فليقول هاي يراد اللهم أحييني إله إنه له ما كانت الحياة خيرا لي هدي إن الله شو خير أي تهي وتوفني إله روح ذي ذقات إذا كانت الوفاة خيرا لي هدي قيرود خير أي وجفته انت هذا متفق عليه إله ذقات إيه نلاش النفط إيه قادم هذه أبورتي هذه أونتي إن النوال هذا مرة بقي هلا يدرع هلا جت تخلص معركتي وهلا جو صمي هدين أقول ما أجيب لقي يابا إن مال ما فرب بضن وخير بضن وقروح ده له إن كسوجين أقول ما أجيب تنكلية دي رضا أسارت نلاش معها مركا إلهي قعدت أقول يوحى ترى إلهي ودو خير كجرو إن سين النوال هذا سين نوله هذه خير وكجر إن أبينا كتجنا أريج عن هذا كجر تاع الحياة والموت إلى وتكسي مرك إلهي ويديسو وحتى هذا إن كان لي خيرا في ذلك لكن هذين محمود ما هو يعلم إذا إلا الله محيط المامان هالحالات هذه فتنة قفك ودينك سوى كم بقى لأنه نبيك الدعيس وحكمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا إله مصيبة بقى مدة أنت يدون تحلقك عتاء دينتين ونهيلين مدة بقى الله جسوا كبسن كرا تن مالك ولا جا كبن كرا تن حوله ولا جا كبن كرا تن عافي مات لكن مصيبة مرك الله جسوا قال حاجة دينك هلك وهلك ما نسك ضبط آه مرك حالة ما موقفك هذه حالة ده أي نقطة فتنة هذا اتماده إنه أبنانته حالة ما أنا البخاري بحديث هوري كتاب كيسة وعانين دعادي سنة لأجيبه رحمة الله عليه وانيك صحيح البخاري قرأ السوق حديث كوريه واحد لتلماما إنه إلهي ويدي سجيري يقول إلهي وإقات روح ذي القبضاء ومركوح يسوي دين السوق حديث كوريه محاك يعني إنه ويدي سو إنه لنتو مركوح إليين وقتي وقصب بقمة في تنتو أيضا نايا دين كيسو مركو بقل هل كاوه مركا
xaaladda keliya ay kuu bannaan tahay haddaad is tidhaahdeed amay fidno diina kugu timaada oo lagu fidneeyaa dad kaa badan oo runtii aadan iska dhicin karin, xaalad adag baa timid oo laleeyahay qofka ama gaalo ama inta yani xaaladda markay saasoo kale noqoto, arrinku markuu diinka taagan yahay waa ilaahay waad weydiisan kartaa geeri, laakiin si kale lama ogolo. haddaba xadiidkan calaaqadu laleeyahay baabka maxay tahay? bimacnaa ha sabro noloshu si kasta ay dhib u wadato ay dhib badan tahay, macnaheeda maaha in xalkeedu u yahay nolosha in layska takhluso, maaha. noloshu aada bay u qurux badan tahay, kulama maalin ay kuu sii ziyaadana ilaahay baad usii dhawaan kartaa haddaad mu'min tahay. xadiidkii labaad nina walaalaha ahaa midna intuu dhinta mid kalena ilaahay subxaana wa tacaala sanad ugu daray oo uu nabiga sal allahu calayhi wasalam uu tilmaamo uu leeyahay sanad buu noolaa gadaashii wuu cibaadaystay oo wuu soomay cadaab wuxuu la yimi waxbuu la yimi. marka dadkii walaalahaani asxaabteen iyo dadkii nala midka masaajidka nooca miri jiray naga hor dhintay, runtii ilaahay subxaana wa tacaala janna ha geeye eh innaga in aanu ka dambaynay khayr baa ku jira, laanno intaa waa shaqaysanaysaa, waa sii tukanaysaa, ramadaankaaba ilaahay kusoo gaarsiiyey, waa jaanis, waad ka fadli badan tahay kii ramadaankii hore dhintay, adaa ka wanaagsan, laanno ramadaanka kan jaanis kale kusoo maray, waa haddaa sidii ay tahay baa kaga faa'idaysatid wey. can abi cabdillaahi bin khabaab ibn al-arad radi allahu canhu waxaa laga wariyey qaala, inuu yidhi shakawna ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka alle ayaan u cabannay, walxaal huwa isagoo mutawasidun ku sandeecsan oo saa suxulka u mutay, burdatan go oo lahu isaga uu leeyahay, fii dilli lkacbati kacbada harkeeda, yacni waa iska taqaan kacbada harkeeda ayuu nabiga sal allahu alayhi wasalam go isagu lahaa buu saa u cuskaday oo ku sandeecsaday oo suxulkii saartay. faqulnaa waxaanu ku niri nebigu xaaladdaa ku jira, alaa tastansiru lanaa, miyaadan ilaahay gargaar noogaga dalbaynin, alaa tadcuu lanaa, miyaadan ilaahay noo baryaynin. yani bimacnaa xaaladda waa xaaladii wuxuu ka hadlayaa khabaab hada saxaabi oo markii maka la joogay. alfatra almakiya waxay waqti aada runtii u daran, muslimiintu waa laga tiro badan yahay, waa laga cadad iyo cudud badan yahay, afarta gees waxaa kaga jira nimankii mushrikiinta ahaa, hadba ninka ka dhashay reer aan isdifaaci karin baa lasoo qabtaa oo dadka hortooda lagu gowracaa, mid baa halkaa lagu cadaabaa, bilaal baa sidaa loo cadaabaa, waxaa lasoo qabtaa haddana maaragtay saxaabo kale, nin walba saasaa loo cadaabaa, meel xun bay marka gaartay. marka saxaabadii suuq sal alay slam oo cabasho ah ba intay u yimaadeen ba wuxuu rasuul allow miyaadan ilaahay gargaar noo weydiineen, miyaadan ilaahay noo baryeen xaaladan ku jirin, waad ogtahay ya rasuul allah. faqaala nabiga markuu wuxuu u jawaabay wuxuu yidhi qad kaana man qablakum, dadkii idinkii idinka horreeyey, yu'khadu rajul, waxaa dhici jirta qofka in lasoo qabto, fayuxfaru lahu, waxaa loo qodayaa fi lardi, dhulka ayaa loo qodayaa, god baa la qodayaa, fayujcal, markaasaa la yeelayaa fiihaa, fayujcalu ay huwa, waxaa la yeelaya fiiha xufradii godkii baa la dhex gelinayaa, inta lasoo qabto oo god loo qodo markaas godka la gelinaya, uma yutaa bilminshaar, markaasaa minshaar lala imanaya, minshaarta oo shalay aan soo sharxaynay, fayuwdac, mishaartii waxaa la saarayaa calaa ra'sii, madaxa laga saarayaa, fayujcal, markaasaa madaxii waxaa laga dhigaa nisfayni, laba gobol, saasaa marka sida alwaaxa marka la jarayo oo faryaamiistaha najaarka uu jarayo saasoo kale la yeelaya bi nabiga sal allahu alayhi wasalam. wayumshad, markaasaa haddana lagu shalladaynayaa, biamshaati alxadiidi, birta maaragta sida shalladu soo marka qofku soo jirkiisa saa markaa garfeer markuu isticmaalayo, com markuu isticmaalayo, sidaa uma isticmaalo oo uma shallayso, sidaasoo kale maa duuna laxmihi wa cadmihi, inta u dhexaysa laftiisa iyo hilibka inta u dhexaysa saas loo gelinaya marka. waa bir hadda ogow, madaxiina waa la kala jaray, hilibkiina saasaa loo jarayaa, saa ay tahay buu nabigu leeyahay. maa yasudduhu, kaa kama celinaynin, ow maa yasudduhu dalik, arrinkaa kama celinaynin can diinihi, diinkiisa. iyadoo xaaladdu ay sidaa tahay cayaanan bayaanan, si muuqata oo baraar leh, inta loo soo qabqabto, godod loo qodo oo la dhex geliyo, oo mishaartii dusha laga saaro, oo saa loo kala jeexayo,
ودبت الله مرينه ما يسد ذلك اي ما يسد ذلك ما يسده ذلك اي ما يسد ذلك العذاب ذلك الرجل عن دينه عذاب كاس درن الله مرينه دين كيس مركا كمان لي حن والله بمركا النبي صلى الله عليه وسلم إذنك هذا ديرد ماشان با إذن وقتاء مرحلة هذا تقول جرتان با ديرد صار تاني لا يتمن الله إلهي ولما يشتري ولما يشتري هذا الأمر أمرك كان حتى يسير الراكب إلا قفك يسوي جديد كيسا صارا وكالصعداء له من صنعاء ماشي لليها إلى حضرمود إلا كقار لا يخاف حالنا بقني إلا الله إلهي مويانه إيو الذئب أمك بقني يي أو على غنمه أرجس أكك بقني ولكنكم هسأها تاب تستعجلون وهدك دقيسان حقا دك دك بأيدن كجرة إن أضيارة كايدي ساموي رواه البخاري حالك وضع النبي صلى الله عليه وسلم وقت هرقل ما يهي وجو كل يهي وقفك وحلك ولين عندك يتهي مال هرأة ولبك سنيو نبي قصاع ماشي سقف اللي كعبده هر كذا هوسر سنيو بيجوا عبشة ويم هذا لأنهم حيا لي صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم كأت كيسي بدل مركا مرة لكن مسهلين عذاب كل مرين حليه خباب حليه هاي نبي إنسان ويدين إنه هذا الكهذا هاي رسول الله ميان إلهي نبرين كتبوا النبي صلى الله عليه وسلم مركي وصهر دقي بس التاريخية وآه مرحلة دي يكه الرئيسي دادكي إلهي إيمانك وكوك الله ديستي لبتي عذابك إيسان مران إيسيدي مركا لبك اللوغة رسي ونبقى غرمي كدبو مركو إنت اعتمامي حيري حدبو أقادة إسلامك كان كيفافو نقن دونا وباهي دونا ميل والبوسان ديكي دونا بيت مدل ولا ودر ولا وبر قري أنو لوك ديكي دوني مركا مالا ميلك سو قاري دونا إسلامك كان مركب سنة بقى صلى الله عليه وسلم يقول هير بحق قاري دون تان أمنيك إي سيكوريتي قدرين ميسان ما لو بينات كيشان إلا قفك إنو كالصفرو صنعو وحضر مودو آدو وعد قد ماركة وضاد أوقل إيسا أيان جيرين شفتي عد إسبارو ديغان إيسا أيان جيرين قفك أشقشادي قفك هريماني آنو جيرين عد لها ليس أيان جيرين كليه بغضين تهي سوامح إنو إلهي كبقو إله بقى أجيه إيا أمو إسلاحة دقاكتا ماشا ماري سيد inu xoolaha haynta ariga wato inu wala baqamahana dib kale ka baqi doon marka mala laakinakum tastaajilun laakin degdeg baa idin ku jiray waxaad rabtaan dib yar markii in markii laga baxo walaakinakum tastaajilun waajib muhaadara wadaad markii jeedii baa runtii soo qurux badan u soo uray istijaalku waa maxay anu markaan dabciga ka hadlo waa qofka soo bin aadama ilahay isaga ina yiri khuliqal insaanu wala abuur insaanku ajulan wa degdeg badan هلوع أبو الله نقول تلمام وحان رأى مركي إن يرلا يقبطه إن أسل الدقيقة دي عافي ماضه وحان رأى مركي ما أرأيتي مشكلة دي رأيتي ماضه أسل الدقيقة دي إني مشكلة دي أي تكتوه ها هدي نوعا ما قفك وحبس كجعليها إساقي عدو جيس عدو جيس مركي وينور لنته لقا تخلصه وحجعليها إن ير ما أرأيتي لبا دعاي حقا غزاء وحكا جيران اللهم اغفر اللهم منصر اخواننا صبح من المقلة تخلصوا ساسا جعلنا لكن ما اوغا حالك كان وحوال اوكلا شان دينيا وحال ربا ضد با الدرجود الربا انكر لك جارسيو ضد با الربا نوركي اللوغا قطقو ضد با الربا ان الهي سبحانه وتعالى او بوسكي انبياد ايه ماشي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ضد با الربا نوركي اللوغا قطقو ضد با الوكلا شان دينيا ما كان الله ليذر مني على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء إلى هدتك الأصارع يعني أحسب الناس أن يقولوا آمن أحسب الناس الإفلام أحسب الناس ضدكم وحي موذان إن لو قلتكي أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أن يتركوا إنسان لو الدين الموذي آمنا ليس كما اتقوا إلهي سبحانه وتعالى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين إلا وإذن كلا هفيا وإذن كلا شان ديني وإذن كلا ساريا ضد كلا بق نروح بالله قد يجي مؤمن خالصة يكافر خالصة إيه منافق ماليش يصير هالضبة مفهوم ولكنكم تستعجلون معناه إذا ماها وحى إن بين عشية وضحاها مشكلة الله ربها أتكيس النبي صلى الله عليه وسلم
وفي رواية وهو متوسد بردة إسقى لنا عصارتي ومركا ساو عسكري وقد لقينا من المشركين شدة قرت من عبالي نوحى أيد وقت أن مشركين تكلكوا لنا لباطو. الحديث الثاني والأربعون حديث أفرتني لبات عن أبي مسعود عن أبي مسعود رضي الله عنه قال وحي لصحابي كان لما كان يوم حنين وقت حنين مركي الجاري وغزوة الطائف بعد فتح مكة مركة الجاري آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحو أسد بذيي ناسا ضبوا في القسمة قيبتي لأن غزوة الجاري غنيمة تمت رسول صلى الله عليه وسلم ضبوا مركة حقا وأسد بوري إن أكسترا وضبتي أنت هيلين إن كبضن بوسي فأعطى الأقرع ابن حابس نينك اللغو مقع وحوسية 100 من الإبلي بقول هلات بوسية وأعطى عيينة بن حصن نينك عيينة وحوسية مثل ذلك انت إن لم يدوسي بقول هلات بوسية وأعطى أناسا من أشراف العرب رق أما ضد عرب كوذا شرفت له كم إذا وحبوسية وآثرهم هنا أبدي يومئذ في القسمة صلى الله عليه وسلم عليه حقا وحوسية إن كبضا انت ذاتك لسين لها. فقال رجل نبا اسهين ويمر غير والله ان هذه قسمه قيبت النبي وقيبي ما عدل فيه عداله الله ميمن نبي عداله ما سمي ما عدل فيها وح عداله الله ما سمي وما اريد فيها وجه الله الهي درتنا للمجيد هذا النبي يقول ربا النبي صلى الله عليه وسلم وهي وقيبي بربا انه كهله بن آدم وكا أو بل ربا يرادو كو وحو حكمي وحي نسع ماشي هلكاس عدالات كجيرين مدى كلانا حتى أني على النوايا بو حكمنا يوحو لما أريد فيها وجه الله إلا إدلتي ولا لما جيدين وحكا فقلت سبحان ربي سحبي ينورني والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكاتري والله رسول كان أشيقيا وحسوح الله الله من رسولك الله قد الله ما أنت نوم رئيسا وأن ده أنه وحو قيبي عدالة معها فالكو سمين إلهي درتي له لما جيد وحلوها الله ميا رسولك أنه شيء يبير فأتيته رسولك أنه يميت فأخبرته وركي وأن نبكو سيء الشيء فأخبرته وحان الشيء بما قال نينك وحيري وأه ما عدل فيها ما أريد فيها وجه الله هذا لك يها قيبتا والنبي وقيبي عدالة الله ما فلن إلهي درتينا للمجيد انتي مركان وشاقي قال وحيد فتغير وجهه نبي صلى الله عليه وسلم وجهه سوى بس بدلي هو دور صوم ويسبدل نبي صلى الله عليه وسلم حتى كان كالصرف إلى أولم النقضي سبغيه أما مذبكاس وقدوذ نبي صلى الله عليه وسلم حناقه أمو عرض وجيس وقدوذ انجل صلى الله عليه وسلم ثم قال مركز النبي صلى الله عليه وسلم فمن يعدل إذا لم يعدل يعدل الله ورسوله وهدي إلهي رسول كيس أنا عدالة سمين وأيو قفك عدالة سمين وهك يا سمين عدبا سمين سمرك هدي بإلهي رسول كيس أنا عدالة سمين وهك قف عدالة سمين ثم قال مركز النبي الحير يرحم الله موسى إله من حارس النبي موسى قد أوذي والدب بأكثر من هذا دبكا أني اللي مريه كبضا بالدب فصبر ونكو صبر فقلت مركز سامحنا لسحابي إنه سوورين يدعى ذا نبي كان ورك أشياء مركو أركي فالعلنت النبي كبحي ورك الأشياء يسود النبي صلى الله عليه وسلم يسود بدل مركو أركي بوحا نريبي لأنغوستي لا جرم وحا حقا لا أرفع إليه بعدها حديثا ما أنت كذب نبي قرأه بشيء دونه ما أنت كذب مركو أرك النبي سوء عراضي بفر ما أنت كذب محانقة تقوانا إن أنا دبدا بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأو كذب وأن الشيء متفق عليه حديثا النبي صلى الله عليه وسلم ذاتك دقالك والله وقال ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رفبت ثم وليتم مدبرين
ثم أنزل الله سكينته على رسول النبي إليه سبحانه وتعالى القرآن وكهله رزوع عجائب تيدا لهي هاي سدح مرة وكلا دون سيارة نوصل مرت سدح مرة وكلا دون تفسير كي نوصل مرت إلا اللي حمر بان قزوة داس كلية صد الإستاين والله الحمد. المهم وحقيقة هاي تصومها ضدك إلا وضسمه هبلو أدون إنتا بال لا هاي هدينين بقل لسي إنت كلام بقل بقل لسي حولو هدان أي بقول بقول أنا لما إنه قال سيستين إن مركا بهاش اعتراضي ليس لأي كيسية هاي شن 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 طبعا 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 مرك لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضبوا سيجارة وأكسر وسي زيادة محا حكمة كده ما بيسمعك ضد كم حي أهاين المؤلفة قلوبهم قلوب تدل صوت دمي ضد حي أهاين سيجارة إسلام كله صوت دمي النبي قال مصالح كلو كأجى يعني ضد كم حلقي أبا إن هم جرجا إيه شليمات كم مركا يهلان إن إسلامك مركا وسهل أصول قلان نبي قال دين دنوي قلات حتى مصارف الزكاة سديدة كاتيجوري اللي الزكاة هلا غب هي محا كجرة وحا كجرة ضدك لا صدم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم قلاد أصوات وكاتيجوري أفراد وي ضدك لا ربو إن إسلامك لو صد بالك قف المسلمين مركو نوي ماذا شلمات الدان هذا السين أما حوالا أن سينا نقرر من قلب جيسا أن هنانو معنى إذا ما إن قلدي كلمة شفة ده ظلم القسمية أما هدو أنت صلى الله عليه وسلم هيب المعرفة عمران يحج هلا قبل حيو قروا يا هلا سيو قاري يا هلا سيو ضدك كلاء مسلمين تقولي قد هنجر ما شايفة لأن معنى إذا ما إن ضدك كلاء لا ظلمية لكن إنك وحال رأي الإسلام كين لجع لا سيو نبقى مركة محكمة دابو مركة كلاء عماش المهم نين كان يستقع مركة ويسهين واي تعالوا حيكو تسيني سابيني أدمك عدة فعل الله لقى بحينه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عدة الله تعليقين وليه عدالة الله ما بل نيدي سلاصي إذا دعي وليه ما أريد فيها وجه الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هدي النبي قو بدباد وين أدو إن بدباد هسوه المرك ضدك ضدك كوغو لو كان كوغو لو كان ما أرأيتي قف كستاء وحكا شيئي مركا إن فالكا ما أنتنا لقو مشغول سنة بس كان نورمال وحويد ما لكن تهدي انت قفك هيريرو الدرامة حنون والدرام وضدك وكان حبه وضدك على الله ويراد أني كلية ليلة بيقى أنا إنه لا شخص عصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي حالات وسياسات النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لسيا ويحيل تواب يرتهاي النبي موسى النبي موسى أنت إنك بدنا بل مري يا الذين أمروا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها إلى آخر سورة الأحزاب وكتب المام يا النبي موسى إن الدبان حتى نوى بمركة كسر مرينا ما حد يقول هذا موسى ما أشهدت كيكون ميرانا يان اللي هو الإسقاون جري شغل كان هذا أكو أركتان ميران دت كان رجلبات كان لجوجنو قبيس ودرات كعد ما أشهد أكو أركتان الله وضع ميرانا وبرك الله وضع بيجانا شغل يهودي ولي وسوي جري جروه ما أنت إسقي ماذا بعد ذلك حاجة الله وضع بيجان جري نبي موسى نوى النبي عليه السلام ذلك يسوي حرن جري مركا يسوي دهن وحزلا قرينا واحد كلامها شال ليه إنه قادر بيده شال راسه نوقرنا يا مرك وماشي هارني هو كله انجليش إلهي مالي محو قدره إن انتو لقح با لقح وصارت مرضي با إلهي سبحانه وتعالى محو قدره إنو لقح لد المدلو مرضي اي كبح سطو كدبنا استوغو أردي لأركو مالي انتهسي اوقادي إنو سن شال هذا اي شيئين أنو لحين مرك إلهي محو لا تكونوا كالذين آذوا موسى وليها موسى لبيء وكالها نقلينا فبرأه الله مما قال إلها تبرئسي إلها كبد بادي وحي كشيقين إن إيسا صحاهم باللغات مركا النبي يقول حيري وفمن يعدل مركا حديث كان مركا حتما النبي صلى الله عليه وسلم قدوتي النبي صلى الله عليه وسلم إساق الشخصية ديسا هذا المال وقال بعدي ولي النبي صلى الله عليه وسلم فالعلم كما صمين ما نكرج عليه لكن السيد حديث وتلمامة إذا انتهكت حرمة من حرمات الله هدي إلهي عجنياشي سميت كم إذا ما الله قرره أما حدود إله النبي ما كان وما جو جنجل هل كان طبعا فعل كالنبي أو حقوق قيبين وفعل إله سبحانه وتعالى عجي سكسه قنوة هذا كالنبي أوليه وما انطق عن الهوى وهذا الإله رالي أوكي هو مركة تهم كالنبي لا تهم مي قيبين تو قيبين أما هذا لكم أشي أكله إلا تهم أي وحي كدك أنت وحي جيو ما الله قرره هل كان مركة صوت النبي صلى الله عليه وسلم عروني صلى الله عليه وسلم عليه هذا صحابي كان وحوقه عن صديق مهنتها كذب إنه صور وجود بن نبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثالث والأربعون حديث أفرتني سادحاد عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
رسولك الله وحيري إذا أراد الله بعبده خيرا إلهي هدي الدون كيس خير ولا الدونه عجل له العقوبة في الدنيا الدنيا ذو عقوبة وسو ددجيا عقوبة كوسو ددجيس وإذا أراد الله هدو إلهي دون بعبده الدون كيس شر الشر شر ولا الدونه أمسك عنه ولا قال الله بتاع ولا عشتاء عقوبة دي بذنبه بسبب ذنبه ذنبه أولي من درت بان عقوبة اللي سود الدجين حتى يوافي به يوم القيامة إلا يوم القيامة مركا لو جاء أوفيه معنى ذا وام حي ذنبي بعد عادي بعد عادي عقوبة يا بحقوق إيمانس معنى أنت مركا حقوقي ماذا أقول إن ذنبي عاد شيء وياه سأوسع تمر كدر ستة سأوسع تتبع ترنترات كفتة برف كي وأكلك عيرك كتيمت والذنبي يرى إلهي سبحانه وتعالى كهك دافئ ذنبه كهك دافئ لكن قفك قال أنتو إلهي بتبادي وأنا ما لا وحير أني سو قارن والله أرورني كده يوم القيامة هالمر أبا مريتو مركا كسو قيسا تانا مركا نعمة كجرتين إلهي سبحانه وتعالى ونودة دجيو الدنيا مركا نغطو صدن بيدي أنو قلني لنا دافئ وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي مركو حيري إن عظم الجزائي مع عظم البلاء إن عظم الجزاء أبا المركو وين يكيسو مع عظم البلاء بلها كقول عاي وين يكيسو لك ما هو محل هدي مصيبة كقول عاي وين تهن أجر كأوي مصيبة هديرت أنا أجر كأوي ليه لم يد ما قفك مثلا حبن جلك سكمة قاضي نين ما عرفتي لي جرو كصب حيسكم مد ما نين ما عرفتي وسرطان وكل عاي كانسر والعياذ بالله إنن ودري وكل عاي هرجب وكل عاي إسكو أجر ما كان نوا حنون كان نوا حنون إسكو أجر ما قف أولاد كسر قرتي أولاد يسعيد ما تي إمد ولد كحنون إسكو مد ما من حوله يسودن أي جبتين وكك عاي نقدان إنن هل بل من مشهلان هذا إسكو مد ما يعني ما كوضع وحي كل حرام تهاي أنت مركا ولقي هاي أمصيبة إلى أكتر مركا سو النبي يقول إليه وإن الله تعالى إلهي إذا أحب قوما ضده ضو جعلاضه ابتلاهم و امتحانا فمن رضي قفك راضي كن قضاء ابتلاها فله الرضا رضا إليه ومن سخط قفك عرضنا فله السخط عرضي سو إليه ما هو محك محلق وضع راضي بات كن قطي لأنه حمى قبل كرتيدة إلهي سبحانه وتعالى كو قدر صمم راضي عن شاه إله هذا واد عروت محا أنيق ليش وفلان بواسطة الدنيا بواسطة برا سنتة واي أنيق كلي أنت حصلت لي صمم على ذا الله تكتي إلهي وكسو بيسا حديث مركة معناه سمركة الماوية رواه الترمذي باوري وقال حديث حسن بكتير من حديث كان عن أنس رضي الله عنه أنس بعد ذلك سمعت أنه لو ورني أنس طبعا رسل رسولك اللجوك صلى الله عليه وسلم وأشقين يعني يروأها أحاديث رب ضنبوها هي رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه حلق وريه قال وحيري كان لأبي طلحة أو كان ابن له ويلو لأبي طلحة وهذه رضي الله عنه يشتكي أي حنوسني ويلير أبو طلحة ودريب حن صديق فخرج أبو طلحة أبو طلحة أبو بحي فقبض الصبي ويلكيرا ودنتي فقبض الصبي كي يرى مركه والله أفصل فلما رجع أبو طلحة أبو طلحة مركه صلبت إلا مركه قولي كجتكي ويلكي حن صن أنتو مغناب ويلكي حق ألا هذي أو نفواي مركو صلبت اللي مروا معها تلفوننا إيه مسجد الله درا ما رهين ما تجريني وفير ما فعل ابني بل ويك هي ورما قالت أم سليم وهي أم الصبي أم سليم وويل كان ذا الشيء بأوحي ترى هو أسكن ما كان سيدي هروا كحسلين سيدي هراه وكحسلين هذا الكيد وهذا الإيديماتيكا أو قرصانوي يعني سيبو سيلين هذا الكيد وببعين هذا القيحن معها دول بالله دي كرا أسكن إيه قيري كهليس لكن وحسيني مركا الودو سيكالا سيكالا مركا أي بيكتر كلا خوصة بحي صامة
سيدو كحسين هي بتري فقربت إليه وحوشو دويد العشاء اللي هدو قولك صوغة العشاء دي سيوكا انت فتعشى عشاء دي بعونك لكن هدي كهر كين اللي هتكيبو انت حلا ينوس العشاء لها ثم أصاب منها كدي من أنني ناقوحي لحمري جري وحيري دا آيان لحمري مركو عشاء ونرشو دا لما يستان يوحي لحمري لها فلما فرق مركي عشاء دي إيو إيو ذا دي سؤال وين تيدا بعيدا مارين قالت تحيتني وارو السبية ويلك حبالة فلما أصبح أبو طلحة أبو طلحة مركو وبريستي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال له إيمي فأخبره أرنك وأشياء فقال لي مركو أعرستم الليلة حلي ما نظل من اللحمرت قال نعم ها ها ويلها قال بحر اللهم بارك لهما إله وبركة نبي مركو أدعي فلقي حالة إن نحمري الله بركة يبي فولدت غلاما ويل بيد الشيء فقال لي أبو طلحة أبا مركو حوليها مركي ويل كأول شيء تيهو أكيوها ردي من شيسو الله يسو التقوى كيك الله يحل لها احمله قاد ويل ككن حتى تأتي به النبي النبي إلى ولا تكتب وبعث معه بتمرات نوح والله الدري تمرنا والله الدري فقال مركي نوح وحيري أمعه شيء ويلكن مركي لوجي وحمي الله صعده قال وحيري نعم ها تمرات تمر بالله صعد فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم النبي تمرتي بصاء وصقاله فمضغها مركز علالي ثم أخذها من فيه مركز أفكي سكسه صاره فجعلها في فيه الصبي ويلكي الأفكو أقليه ثم حنكه مركز ودن حنك أمريه وسماه وحنكم مقعب عبد الله مقعب وبحين يعني قردالين تدبت أنا وصابع يا هيد هل كان مركز حديثي عند ميسر إنتانا تعليق متفق عليه وفي رواية البخاري وحاكس أروري قال ابن عيينة أيوحي قال رجل من الأنصاري نن أنصارت كم ذا أيان أيوحيري فرأيت تسعة أولاد سيال ويل بان أركي كلهم قد قرأوا القرآن لما أنتوا القرآن كبار أبل الصحف هذا يعني من أولاد عبد الله المولود ويل كاس هبين كأولا الشيء النبي قد عينه يو المها أولا لي وحي قارين سيال وقراء بودالي وفي رواية المسلم وحكوس أروري مات ابن لأبي طلحة من أم سليم ويلو أبو طلحة ودلو أم سليم كبالي بعد انتهي فقال دي أهلها مركز الرير كير انتهي لها سوحيتي لا تحدث أبا طلحة بابنه أبو طلحة قيري دي ويلكيس هاو شيقين حتى أكون أنا أحدثه أنا وشيق دون شغدي إنما مركو صوت العامصة فجاء مركز والرواية وفافاصا مركو أبو طلحة يمت فقررت إليه عشاء عشاء دي بأسو دويه فأكل وشرب انتو عني وعبيها دنا وهي لود ياري عبيتانا ثم تصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك مركز اسكو قرحي سي أو اسكو دياري سي سكو ناس سيدو كوكو مركيو هلو كوكو هذا ممكن يكون هل مراحي رنجرتي وعيسكدك بلا يسكدك تهبين كاس فوقع بها مركز هلكا كو جماعي فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها مركي أغاتي إنو راشين كينا وكدرقي إيادينا إينا للاي دحمرتي مركي أغاتي قالت وحيتري يا أبا طلحة سي عقلي بضن بأسو قدوني ساسواش قبر عقلي بضن بأي وحيتري أرأيت بل كورا لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت هذه ضد أي رير عاريت سيان عاريت وأماهن يعني موبيل كان كو أماهي ضربان كو أماهي وحبان كو أماهي فطلبوا عاريتهم عدي وحماهي ذنا أي ضلبان ويران أو نوسو عليا موبيل كان نقي قادتين كوب كان نقي قادتين كلية نقي قادتين نوسو عليا هذي رادان ألهم أم يمنعوهم مودي ذي كرام ذي كرام ما يوحى كان شقكم اللي ذين إلا وموبيل كان أنا اتري بال أنكوس وهاي سالسة كلية أنا اتري شهر أنكوس وكرسانة كوب كان بقى اتري مرتبة ايتي ما يقص صدر مركان دنتا مركان كجودتين هدان كويران يوحى يسو عليا يمد ذي كرت سؤال شو يسوي ديس؟ قال مركز سوري لا ما يا ما دي ذي كران؟ قالت مركز وحيتي فقالت فاحتسب ابنك مركز فاحتسب ابنك هذا أجر هلك كراس ويل كاجي
ويلكاي متجي أجر إليه سبحانه وتعالى كذا. قال فغضب مركز حناقي ثم قال مركز سيري تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني. أنت عقدتك تي مركي أن جنابه ذي وحال أجيد أن سمي يدي شيء جسا حيث أنت أنا عشين أو رايشين كان عنين أنك وقع عشين إن أي شيء تتبع حيث. لكن مر أن باب كان قال أو نعم الله إسكت حق قال إن هذا ور كان أي شيء ما هين. المهم فانطلق حتى أتى رسول مركب صلى دقائق النبي قويم صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان وحيد عيب وشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مركب سير بارك الله في ليلتكما هبينك حلا إنسان دحمر هبينك حلا إنسان مر نرش إنسان دحمرتين لبدينا أو سكلي ستان الله يدين بركة. قال مركب حيرة فحملت أربع قاد هبينك أس بإله سبحانه وتعالى قدره إنها أيكو أربع صوته. قال مركب حيرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مركب وحوها في سفر بكجري وهي معه أيضا ولا سعته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر نبي مركب يمال وصاقل المدينة وصفر وكصاقل لا طرقها طرقا اسكمسوا للمنجرين ف يعني مركب اسكمسوا قلي جرين فدنوا من المدينة ويكسوا دوادين المدينة فضربها المخاض هلكا سيفوش وقبته فاحتبس عليها أبو طلحة. أبو طلحة هلكا سمركا اسنكو راح يرمي. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال مركب حليه يقول أبو طلحة فليه إنك لا تعلم أذوى دوكته يا رب إنه يعجبني إني عجبني يسو أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج رسولك مركب بحي إنا لبحه وأدخل معه وأدخل معه إذا دخل مركب قلي يعني إنا لقره وقد احتبست وقد احتبست بما ترى وحال أكتهنا وانكوح يرمي. تقول أم سليم مركب حليه يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد وحي أن دريمي جري مركان فولاني ما أنت ما دريمي سبحان الله. انطلق اسكت دقائق فانطلقنا وصل دقائق وضربها المخاض فوشي وأتي من حين قدمها مركي أي صوت قال فولدت غلام ويل بيد شيء. فقال لي أمي هو يدي بحي قلت لي أنس لا يرضع أحد حتى يغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا لن يجيني المهز إلا رسولك صلى الله عليه وسلم حتى تغدو به على رسول الله إلى رسولك كلاك اللهديد. فلما أصبح مركوا بريسي احتملته وحنبارتي فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أولادكتي كدمنا قيبتي الدنبوة هاي تمرتي أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لي كدمنا لنحانك أمري تابع مركة حديثك وشيء ألقام حلقة قادنا يا مركة كبدا كوارنا دي ألباك مركة سجل لها إذا برورنا يسا دي ألباك كلا يرتقي لهين ونظم تأيه المهي بعد أنت وحين نقلنا أيضا نوعا ما نفسيا سير يسود دعوة إلى هيد أضيع نفسي كله دعوة إلى هيد. لكن صبر كأي صبرتي يصير قروح ذا بضان أي كو أركي أي كو قد بيسو تري كورن هذه رير عريض أنت قاتان قال لي عريض الهين هذه باش يصد وكعان محب يوني يوني ديدا مايا أركنتها صعب هذا تيبي مرك وقشة كيس هبينك وحيد هم مرنا دعاء اللود دعية إلهي سبحانه وتعالى وحو قدره ويلك ماشى كل شيء أولاده ودلين إله سبحانه وتعالى وكده ضد مركة أهل القرآن وحكى له ماشى لقاضنا يا لبو إن جدادين تربطها إلى مركة الجدادين ساسس صحة أما ضد قاركي بنام ولا بنا هبل بنام بحية دان هبل بجدادي ماها إن كده بقادين ماها سالمة إيو ضمبص إيو مل إيو قاربة وحي وديبان مديبة وديبان دادك إنو سكعيلين رمي كل مركز فايلانتك بلان ترويس مركز بلاو إنو النقضة وحي وديبان قاربة مدو وديبة كوا وحي وديبان سيف وديبة كوا بسطولات حبت كساري كوا شوشومو إسكساري هدي الربان ورمي إنو بيع مشتر إسكال النقضة معانك إسكعونو دادك وحباك خلدان ماها سيدة صحة دعوة وحي معرفة هواني داس إنت أي كجرتو أي ومش أي تهانا إن أي مانتنا أي مل دم بس إسكالة داشانا ماهو إسفال حميسو يدلان يوضي إسكسي ديدي سانا ماها المهانا إن مركز سالو بهدلا ماها ساسو تا ماها شرعي ماها شرعي رسمي أما أدو نكو أوه الرديو دو صار هن نقضو نقو أما قفك لهن نقضو وحو كبدالي مركز عمالا ويلك كان سوو دقمي إيقابدنا سيو دقمي ساي إله بحراء وقري أديك هداد جيسي تهانا جيسي كمدي جيسي هداد فولي تهانا فولي كمدي جيسي هداد
ديقسي تانا ديقسي كمان نقوانا دي بدا عدو سارتي بخيلنا كمان نقوانا دي بدا عدو سارتي ماركو حال نقليسا كان أوهيه أو بخيلها أيا قردالي يعني هذي جيسان كدريما كلها هويديس شاقكو مالك أوضي غاسنا وحكومة سوى كردين ماركا قردادين تا أما بنام بحينتا إلمها ضدك قردادية أما بنام بحيا سامين كما يالان كرا تاهرتي أنا فهمنوها ميم نبيك صلى الله عليه وسلم عن دوفتي سالة بركيسين هل كانوا يكدوا أنت وحكا الله هدنا حديثة لا يقع هدنا شرفت أقوين إرارك الله الشيء وليه هاي نكن ابن عيانة وليه نن أنصارتا كميدا نكا يقور رمي وحان أركب ويلي عبد الله يهبين كأدى شيء أو سقال عياله كلهم قرأوا القرآن درجة أغسر الرئيسة إذلك الرئيسة هبلوا حافظ قرآني هبلوا قارئ القرآن بل الرئيسة marka in quraanka markii sharaftaas uu nolol muuqdo oo yarar kana aan halka aan ku hormarino oo malcaamadahan sharafno dugsiga quraanka la sharfo oo macallinka quraanka dhiga la sharfo markaas uu quraanku sharaf yeelanayo yani quraanka waa kitaab kalaamullaah jalla wala sad ku sharfaysa kalaamkiisa hukumaas uu kordhin karti laakiin waxa la sharfaa meesha lagu dhigayo waxa la sharfaa macallinka dhigayo waxa quraanka lagu sharfaa ardayga dhiganayo waxa lagu sharfaa إن ما لها مال عمدها قرآن كأي أين أبي السيبين أين النقن وأردت وضن كي باسكم إلى هنجل هذا إلهي سبحانه وتعالى هذا مركة يتمد وبالله بالله قبر أنت حجاب لو سحر أو بوك وحلقو لك تأو كراس الله وضع فريس لكن مركو هرى مركو رب ودائنا ذلك ولك لديري جري معاني كان إنك ذلك أقول لي توي شلمات حوق وكوقاته وبرياء وكوقاته هل إسي مركو دالك دي بالسين جري حلقة قرآن كمركو لما يقول كان صد حسن أفرسان كدين oo qaliyar loo geeli suugeeyo goor mar quraanka sharaf yeelana quraanka marku sharaf yeelana yaa horta agteena quluubteena horta sharaf ah ku yeesho kadibna dadka ahl quraanka aan sharafno laakiin marka la leeyahay kan waxa uu qabanayaa midisin ma baran kare lawyer ma noqon kare quraankiisa ka geeyay macallin dugsi iska noqday quraankiisa iska geeyay macallin dugsi iska noqday wuxuu rabaa marka quraanka saa u liidayo ay wuxuu rabaa marku xanuunsan inuu caafimaad ka helo wuxuu rabaa in isaga lagu meheriyo markaas uu hadana barka u keeda wuxuu rabaa in ma aragtay umada markii ay xaaladeedu saay noqoto in yiraahdo muraadka muraadan leh quraan hal isu aqri wuxuu rabaa inuu meel ku gaaro rabaa quraanka marka leeyahay dadku waxa leeyahay maanta la soo taagin dastuurka ma la isku xukumo waa meesha uu sareeyo loo baahan yahay hadalka ma taagnaa in lagu wada hadlo xitaa ma annu hada diin laakiin maxaa ka horreeya horta aniga inaan isku xukumo ka horreysa aniga in horta quraanka iga dhaadho in aan sharfo la quraanka hadii aan gacan bidixaynay oo marka aan umuraha kale maadiga u bardhigay quraanku aanu ila weynayn laana shaa'ir allah weynayn tawam hay dadka ahlu quraanka in la weynayo inuu kula weynaado ninkan 10 juz buu xifdisay marka la saxaabada rasuulullah sallallahu alayhi wasallam ma aragtay way ku kala sareeyeen hatta markii shahaadada sidoo kale quraan xifdis badii baa loo kala hormarinay ilka loo kala gelinay marka درجات كذلك إلى هاي هبل وحسين سورة البقرة معني سمينس قرآن كيو حسين معني سمينس ثلث بحسين معني سمينس ما أنت نروح على جيابة أهل القرآن كونا يسنت شرفت عائلة هن وحكروا كهر رجع ذلك أنت ينشرفين قفك القرآن كإساق حفظا وإساق وأنه يس احترامه نبي يقول حيل من لم يتغنى بالقرآن فليس منا وتفاسير توحى كم إذا وأين الدرينت إنه كوف لين لكن قارئ القرآن كذاب بين له قارئ القرآن وحز دوا مرنيا قارئ القرآن وضدك أقوى أخلاق ليته قارئ القرآن أن تكنين قارئ القرآن موريان تكاسو مركا معنا ما صبعين لأنه رب قارئ القرآن والقرآن يلعنه بحاجة لأن القرآن كأقرن القرآن كان أقول عن نظير معاني سواني حنا جلت صاد عفته وماشا كلية صاد لقرحية معنا ما قرآن وإن حلاشي سحلشتا حرامتي سأد حرام ده أحكامتي سيدة أسوغ يسيد مخاريتا أسوغ يسيد إيو حرف ابا ماشي وليه يعني لكن كان الله سبحانه اذا هكا ويكون جرتاوي هكا هاي نو استاكتو الى هنا بالله التوفيق.